مع محمد الشناوي وشريف اكرامي في هذه التدريبات. بالمناسبه حمزه علاء من الحراس المميزين جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. عشان نقرب من الصوره بشكل اكبر خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيزه شريفه شعبان رئيس قناه الاهلي واللي كان متواجد في مران الفريق الصباحي النهارده. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت انا كنت موجود النهارده فعلا في مران النادي الاهلي اللي بدا في 11 صباحا بعد اجازه استمرت لمده يوم. انت عارف ضغط المباريات مع النادي الاهلي، كان في مباراه يوم الثلاث في كاس مصر ومن بعدها مباراه يوم الجمعه في بطوله افريقيا. يمكن اول يوم اجازه كان هو امبارح. اللعيبه النهارده رجعت بعد الاجازه، يمكن عندهم حاله فريش شويه كلهم، حتى الابتسامه كانت على وجوه لاعبي النادي الاهلي كلهم. يمكن مستر فايلر عمل اجتماع في الملعب هو وباقي الجهاز لمده 10 دقائق حذر فيه من عدم التركيز من في اخر المباراه، حذر فيه ان لازم لاعبي النادي الاهلي يكونوا مركزين على مدار ال 90 دقيقه وما ما بعد ال 90 دقيقه كمان، ومفيش اي تهاون خالص في اي مباراه الفتره المقبله، ومش هيقبل ان يدخل اهداف في النادي الاهلي في الدقائق الاخيره، واغلاق الصفحه الافريقيه والتركيز فقط في الصفحه المحليه، التركيز فقط في مباراه دجله يوم الاربعاء المقبل، المحافظه على الانتصارات في البطولة المحلية وتصدر جدول المسابقة. يمكن بعد هذه المحاضرة اللي استمرت 10 دقائق كان في طبعا تمرين او ريكفرنج خفيف للمشاركين في مباراة الهلال السوداني. باقي اللاعبين كان في تمرينات النهارده واختتم بتقسيمه. زي ما بتقولت زميلي امير، انا كنت سامعك من شويه بتتكلم فيها عن تقسيمك مع فايلر، يبقى مركز فيها قوي. عندك حق، فايلر من نوعيه المدربين القلائل اللي الواحد شافها الفتره الاخيره ان مش تقسيمه وخلاص في نهايه المران. لا، الراجل عاوز البدلاء زيهم زي الاساسيين، نفس الجمل اللي بتتحفظ للاساسيين بتتحفظ للبدلاء تحسبا ان يشارك في المباراه او تحسبا يستعين اصلا لو حد خارج ال 18 اللي بيبقوا موجودين معاه في المباراه. على طول بيوقف هذه التقسيمه، على طول بيوجه نصائح للاعبي النادي الاهلي، واللي بيلفت نظره في هذه التقسيمه بتلاقيه موجود في المباريات مما لا داعي للشك. يعني اي حد بيتالق في التقسيمه النهارده بكره هتلاقيه موجود في المباراه الجايه. كويس. الراجل ما بيركزش على اسماء معينه، وراجل قال لهم كذا مره اللي هيتالق ويقدم تمرينات كويسه وهيسمع كلامي هيكون موجود، مش على دكه البدلاء، هيكون موجود داخل ارض الملعب. وفعلا فايلر بتشوفه بيعمل روتيشن كتير من اول ما جه النادي الاهلي او من منذ ما حضر الى النادي الاهلي. ده نتيجه ان اللعيب اللي بيتالق في التمرين بيكون ليه مكان في تشكيله النادي الاهلي. النهارده تالق لاعبين كثيره. كويس. مين؟ في تقسيمه اليوم ازارو، مروان محسن حدث ولا حرج على الاهداف الجميله جدا النهارده في التمرينه. صلاح محسن بيحاول يلفت جميع الانظار. احمد الشيخ النهارده تمرينه ولا اروع ولا اجمل. سعد سمير العائد نمسك الخشب بكل قوه النهارده لافت النظر بشكل كبير. سعد سمير بيعلن ان مستر فايلر جاهزيته التامه للمباريات الفتره المقبله. سعد سمير بيعلن ان هو مدافع قوي جدا الاهلي في احتياج ليه، هيكون لافت الانظار في التمرينات وباذن الله يلفت الانظار في المباريات الفتره المقبله. وانا بقول لك توقع الشخص اللي سعد هيكون ليه الفترات المقبله يمكن تواجد كثير، لان النهارده خصوصا بعد القدوه الافريقيه كلها طبعا متالق وماشي كويس جدا في التمرين. يا رب بس يبعد عنه الاصابات هو وزمايله. حراسه المرمى على الجانب الاخر الشناوي شريف اكرامي، الحارس حمزه علاء المتصعد، يمكن تمرينه قويه جدا بيتالق فيها الثلاث حراس وخصوصا الشناوي وشريف اكرامي. يمكن بعد نهايه المران كان في جلسه طويله جدا بين فايلر وشريف اكرامي. الراجل بيثق في شريف جدا، شريف عنده اللغه كويسه جدا فبيقدر يتكلم معاه مش على مشاركه ولا غيره. الراجل بيتكلم معاه ان هو كابتن من كباتن النادي الاهلي. حلو. ممكن تعرف مدربين الاجانب بيحبوا يتكلموا في مشاكل الفرقه او في حاجه تخص الفريق مع كابتن من كباتن النادي الاهلي، واللي مسهل القصه قوي ان شريف بيجيد الانجليزيه بطلاقه شديده. ده امر كويس. اتفضل. ماشي اوكي. اتفضل اتفضل كمل. اقول لك التاهيل مستمر. علي معلول، علي لطفي، صالح جمعه، كريم ندي، محمود متولي. يمكن علي معلول بدا الجري حوالين الملعب، بتتكلم في اربع خمس ايام اسبوع بالكثير باذن الله ويكون موجود في ارض الملعب. علي لطفي وصالح جمعه في خلال يومين ثلاثه، يمكن صالح ممكن نلاقيه بكره في التمرين، علي لطفي ممكن نلاقيه بكره في التمرين بكره وبعد بكره بالكثير
هيكونوا في التمرين كريم نفت ومحمود متولي في المرحله النهائيه للتاهيل. يمكن فايلر الكابتن احمد سليمان محلل الاداء عاد طبعا اجزاء من مباريات نجرة الفتره الاخيره، وكان حارس فايلر اتفرج عليها علشان برضه يفرج عليها لاعبي النادي الاهلي في الفترات المقبله. بكره تمرين الساعه 11 صباحا، يوم الثلاثاء هيكون الساعه 4 عصرا معسكر، وباذن الله هيكون فوز حليف النادي الاهلي يوم الاربعاء على فريق نجرة العنيه. جميل معاك. بقول لك يا شريف، عشان نتكلم بصراحه شويه مع الجماهير الاهلاويه، وانا بحب ادخل في المواضيع على طول، يعني النهارده انت كنت موجود في التمرين تمام، اكيد شفت رامي ربيعه واحمد فتحي، لان الكلام كتير واللغط كتير في القصه دي، وان الناس مش طايقين بعض ومتخانقين مع بعض وما بيكلموش بعض وكلام من ده. قول لي التعامل عامل ازاي، يعني خصوصا بعد نرفزه الملعب اللي حصلت بعد مباراه الهلال، يعني انت اقرب واحد تقول لنا. بص يا زميلي امير، لاعب النادي الاهلي غير، بمعنى لاعبي النادي الاهلي غيرونا دايما عندهم الغيره، دايما عندهم الانتصار حاجه اساسيه. الغلطه اي لعيب بيغلط، كل لاعبي النادي الاهلي بتبقى عاوزه ما تغلطش، كل لاعبي النادي الاهلي بتتكلم مع بعض، كله عاوز يبقى الكمال، طبعا الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ولكن لاعبي النادي الاهلي علاقتهم اكثر من رائعه. وهديك مثال، اتفضل. لما بيكون مثلا النادي الاهلي مستضيف لاعب في سهره مع نجمنا الكابتن اسلام الشاطر، فبنروح نسجل مع لاعبي النادي الاهلي علشان خاطر زميلهم اللي في الاستوديو هيكون على الهواء، بتلاقي كل لاعبي النادي الاهلي بيتصفوا علشان خاطر مين اللي يتكلم ومين اللي يسجل عشان خاطر يجاملوا او يظهروا مع زمايلهم بشكل يتكلموا فيه عن كواليس داخل الفريق. مدير الكوره ساعتها بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي بيختار، يقول لك لا خد اثنين خد ثلاثه، فبتلاقي حته شديده، بتلاقي كله عاوز يتكلم. ده بيدل ان لعيبه النادي الاهلي كلها بتحب بعض. وكمان بعد نهايه التمرين في ناس بتحب تتغدى في النادي الاهلي، فبيجيبوا الاكل وبيقعدوا ياكلوا جوه اوضه اللبس. الحاجات دي كلها المشاهد ما بيشوفهاش، الحاجات دي كلها بتدل ان لعيبه النادي الاهلي بتحب بعض، اخوات يعني متعايشين مع بعض. النهارده العلاقه ما بين ربيعه وبين احمد فتحي، احمد فتحي الكابتن من كباتن النادي الاهلي، كابتن منتخب مصر، اما احمد فتحي يوجه رامي ربيعه شيء عادي جدا. لما رامي ممكن ينفعل او ممكن يرد مثلا رد نتيجة المجهود داخل ال 90 دقيقة، نتيجة الضغط الشديد في مواجهة الهلال السوداني، والأهلي مطالب إن لازم يفوز على فريق الهلال السوداني بعد الإخفاق من النجم الساحلي بسبب التحكيم طبعًا. شيء وارد جدًا وبيخش ويعتذر، وأنا بقول لك رامي ربيعة اعتذر للكابتن أحمد فتحي، ده شيء أساسيات داخل النادي الأهلي، النادي الأهلي يبقى الأهلي فوق الجميع، لاعبي النادي الأهلي عارفين الكلام ده، كباتن النادي الأهلي لهم احترام شديد، كباتن النادي الأهلي بيبان على الطيارة، وأنت شفت يا زميلي أمير بيبان في الطيارة، بيبان في فندق خارج لما يكون خارج مصر في سفرية ولا حاجة، بتلاقي مثلا الكابتن شريف إكرامي، بتلاقي الكابتن حسام عاشور، الكابتن وليد سليمان، بتلاقي هم اللي بيوجهوا على طول التعليمات، هم اللي بيتكلموا وكل بيطيع الأوامر لكباتن النادي الأهلي، مش كتير على النادي الأهلي الكلام ده، فخلي اللي يتكلم، خلي اللي يقول النادي الأهلي في طريقه ماشي، وبإذن الله ينتصر على كل اللي بيتكلموا باذن الله الفتره الجايه كلها تبقى بصراحه ان شاء الله باذن الله. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل الاخبار اللي بتتعلق باستعدادات النادي الاهلي للمباراه المقبله امام وادي دجله، ان شاء الله الفريق يكون موفق. عندي موضوعين عايز اتكلم